بسم الله، دلوقتي اشوف مع بعض برنامج اندرويد. لو انا عايز احسب اعمدة دائرية، فهبدأ ادخله المعلومات، بدخله قيمة الاف سي يو اللي هي مقاومة الخرسانة، وبعد كده بدخله الاف واي اللي هي جهد القطب الذرة على الحديد، قيمة الحمل قد ايه، وبعد كده بدخله المينس بارس، بدخله الفاي بتاعت الحديد الرئيسي والفاي بتاعت الكنات. مثل البرنامج ان هو بيحسب جميع الاحتمالات الممكنه، ولو في اي قطر كانت قليل مثلا يبدا يديني رساله يقول لي خلي بالك في رقم هنا صغير او في مشكله. التصميم كله تبع الكود المصري.